السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام الأعزاء. أنا ببقى سعيد جدا إن بيتضاف قناتي واحد من الناس اللي شافتني، وببقى سعيد برضو إن تعمل لايك وتقول لي على ملاحظاتك في القناة. كتير مننا بيزرع زرع في البيت، فجل أو جرجير أو أي حاجة، ولكن ما بتنبتش النباتات. تعالوا في الفيديو ده نقول لنفسنا ونجاوب على سؤال، أنا أزرع إيه في شهر إيه عشان ينبت مني وما أحسش بالإحباط؟ تعالوا معنا. شهر يناير بيتزرع فيه البقل والنعناع والفجل والعنب والخوخ والتفاح والكمثرى واللوز والرمان والتين. شهر فبراير شهر بسم الله ما شاء الله بيتزرع فيه الشمام والبتنجان والخيار والكوسة والبطيخ والحمضيات كلها اللي هي اليوسفي والبرتقال والليمون والعنب والخوخ والمشمش والتفاح والجرجير والفجل والذرة الصفراء والبامية والخس والملوخية والكزبرة والشبت والكمثرى واللوز والرمان والتين والنعناع والبطيخ والكرفس والبقدونس. شهر مارس بيتزرع فيه الكوسة، البطيخ، الشمام، الكزبرة، الشبت، النعناع، الحمضيات كلها اللي هي الليمون والبرتقال واليوسفي، الزيتون، البطاطا، الفجل، البامية، الخيار. شهر أبريل بيتزرع فيه الزيتون والفجل والكوسة والبطاطا. شهر خمسة اللي هو شهر مايو بيتزرع فيه الذرة الصفراء والنخيل. شهر ستة تقريبا يعني ما بيبقاش فيه زراعات لان جاني اللي اتحصد او اللي اتزرع في بداية الموسم. شهر سبعة بيتزرع فيه البتنجان ومنه نوعين، نوع شتوي ونوع صيفي، وبيتزرع فيه الشمام. شهر تمانية بيتزرع فيه القرع والبتنجان والفلفل والطماطم والخيار والكوسة والبطيخ والشمام والبامية والخيار، وبيتزرع فيه الذرة الصفراء. شهر تسعة اللي هو شهر سبتمبر بيتزرع فيه الطماطم لأنها بتبقى على أكتر من عروة، والبتنجان والفلفل والكوسة والخيار والذرة الصفراء والبطيخ والفاصوليا والبصل والجرجير والشبت والبامية. شهر أكتوبر اللي هو شهر عشرة بيتزرع فيه الطماطم، الفراولة، الفاصوليا، الفول، الفلفل، البامية، البصل، الثوم، البقدونس، الكرفس، الكزبرة، الجزر، الجرجير، الشبت، السبانخ، الخس، والكرنب، والفراولة، والنعناع، والسلق، والشمندر، والبطاطا، والأرنبيط. وبيتزرع في شهر ديسمبر اللي هو شهر 12 بيتزرع فيه الفراولة والبطاطا والفول والخس والبصل والثوم والبقدونس والكرفس والكزبرة والبقل والجرجير والشبت والسبانخ والحلبة والبامية والجزر والنعناع والسلق. شهر ديسمبر بيتزرع فيه البقدونس والكزبرة والحلبة والبطاطا. إن وجدت هذه المعلومة مفيدة فاستأذنك بكرمك وشكرا لك لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو لعل وعسى انه يفيد حد تاني. احيانا بنزرع حاجات بنبقى حابين نزرعها في البيت بس ما بيكونش معادها وبتفشل الزراعات وبنصاب بالاحباط. ان عجبك الفيديو فضلا منك اشترك بقناتي ليصلك كل جديد ولايك وشير. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.